السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الكلاب الالكتروني. هنتفرج على شوية كلاب، شوية جراوي، حاجات كده ما ظهرتش قبل كده، فصائل جديدة، شوية حاجات كده لطيفة. هنصلي على النبي الاول، اهم من اي حاجة الاول هنصلي على النبي، هنقول عليه افضل الصلاة والسلام. مش هنعمل لايك ولا شير ولا كومنت ولا سبسكرايب، اهم حاجة الصلاة على النبي. تمام، يلا بينا نخش على السوق ونشوف الدنيا فيها ايه. اخونا احمد رزق من دمنهور بعت لنا الوحش ده عايز يتجوز. للعلم هو يبدو ان احمد بيحاول يصور الكلب على قد ما يقدر، صح؟ وما شاء الله برضو ايه يعني مبينه كويس. الكلب بول ماستيف عنده سنة، لسه ما خدش الخشانة بتاعت البول ماستيف لانه لسه عيل، يعتبر سنة واحدة بس، لسه مقفل السنة. الكلب شرس بالفطرة من غير اي حاجة، بدون تدريب. الكلب ده مش للبيع، ده للجواز فقط. طيب، هو بياخد جروين مش بمقابل مادي، لو جابت 20 جرو هو بياخد جروين بس، يعني مش تلت الخلفة، هياخد حتتين. تمام، عشان مبدأ الجوازات حاجة من 3، يا اما فلوس يا اما تلت الخلفة يا اما جروين، على حسب فلوس انت بتقيم، على حسب تقليب كلبك، وعلى حسب انت عايز تاخد كام. والحاجة التانية ان انت بتاخد جروين دكر وانتاية، وفي ناس لو كلبه تقيل قوي بياخد دكرين، هو اللي بيشرط قبل ما بياخد، يقولك انا هاخد دكرين، خلفت 10 20 30 40 انا هاخد دكرين. وفي بيقولك انا هاخد دكر وانتاية، ده بالنسبة للجروين. الحاجة التالتة تلت الخلفة، يعني لو 9 بياخد 3، لو 12 بياخد 4، لو تمانية بياخد 2. تمام، يعني لو قلت عن 9 بياخد 2، لو زادت برضو هياخد 3، يعني لو 11 هياخد 3 بس معايا، او لو 10 هياخد 3 بس. طيب، الكلب زي ما انت شايف بوز مكتوم، جسم عالي على الارض، رياضي شوية، انا شايفه رياضي شوية، مش من الماستيفز اللي هم كلابيزو. تمام، في جمجمة حلوة، أبوه كان من هنا من اسكندرية، وده هو كان شاف الكلب الكبير كان عايز يشتريه، فاكتشف إن الكلب الكبير اتباع، لكن ابنه يزال موجود، فاشتراه هو جاره من عندنا من هنا من اسكندرية، ولما كبر بقى شحط زي ما انت شايف. اللهم صل على النبي. فاللي عايز يجوز الكلب متاح، وصاحبه راجل محترم، فدي مهمة قوي، عشان برضو الناس اللي تايهة في وسط الغواي اللي هم بيوجعوا القلب دول، لا، في ده راجل محترم انصحك لو انت عندك، انت عايز تجوزها، ده محترم. بص بقى يا سيدي، دي حلويات سامويد. الكلاب السامويد تتميز ان هي كلاب اصلا معمولة عشان السباحة، كلاب بتعوم في الماء. تمام، فتلاقي دبل كوت مع الالوان بقى المختلفة، سواء الاسود او الابيض، لكن الغالب طبعا بيكون ابيض. الكلاب دي السامويد ده مهجن كتير قوي، يعني في مصر هنا عندنا يبيع لك الوايت هاسكي على انه سامويد عشان عينه عسل، وهو جرو ما بيبانش. ده الاب زي ما انت شايف، والام برضو موجودة في الصور. ده اي غاوي بيفهم ده سامويد، ده اصلي معروف باين، ويبدو ان الناس اللي فرخاه ناس فهمانة، ناس بتدخل سلالات حلوة، ناس راقية. فالام اللي انت شفتها كانت قاعدة دي، والاب اللي هو الجامد ده، طبعا الام مش يعني باين ان هم صورينها وهي حامل، فبرضو ايه مش واخدة الهيئة بتاعتها، ومش مدينها زاوية كويسة. الاب متصور دكر بقى، موروش حاجة، بيتجوز ويمشي، فباين ان هو مستوى كويس والام مستوى كويس، اللي بيفهم دي كلاب تقيلة. طيب، هم عندهم كام يوم؟ عندهم 65، في ولاد وبنات. الاب مستورد بكامل الاوراق بتاعته، ممكن تشوف ده بعينك على فكرة، هم الطعامين كل حاجة. تمام، مواليد شهر 6 هم. فاللي عايز حاجة يتواصل على الناس دي، شوف الاسعار ايه، لان انا متوقع اسعار يعني اكيد مش قليلة. تواصل مع الناس، دي حاجات مميزة، مش اي حد بيبقى حابب يمتلكها، او مش اي حد، سوري يعني مع احترامي للجميع، مش اي حد بيقدر على ثمنها. فاللي حابب يمتلك حاجة مميزة، الرقم عندك، توكل على الله.
دي انت يا روتفايلر فريخة جدا، مكانها سيربشر اسكندرية، ليه البيع ب3500، 3500 قبل التفاوض. النتاية عندها حوالي 2.5 سنين، مخلفة قبل كده هو 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 كتير قوي. ف الكلبة زي ما انت شايف دبابة على الأرض، الدماغ الحلوة فيها بوز سيكا برضو، البوز ده هو اللي نقلها من مرحلة ال4000 وال5000 لمرحلة ال3.5 قبل التفاوض. ما عدا ذلك هي ممتازة، يعني هي فيها بوز سيكا بس فيها جمجمة حلوة، فيها جسم ممتاز، فتكشيرة برضو دمها خفيف. دي تديها الكلب بوز مكتوم جمجمة عريضة، هتلاقي شوية ناتج أستيك. فشوف برضو ايه الدنيا، تواصل مع صاحبها لو هي جاية معاك، شوف الدنيا فيها ايه. صاحبها صاحبي، فشوف برضو انت ايه الدنيا معاه. هو اصلا يعني كل ما يفكر يبيعها بيعرضها عندي وما بيبيعهاش، يقول لي لا عزيزة عليا خليها. فيا رب المرة دي يفرط فيها ويطلعها، عشان خنقني كل شوية يفرخها. وهو في نفس الوقت ايه الدنيا بتزنق معاه، عايز يبيع، لا مش عايز. شوف ايه الدنيا، تواصل مع الرقم اللي ظهر عندك. الحاجات الحلوة بقى، الحاجات الحلوة اللي بتمتع العين وبتسعد القلب. جرواية 60 يوم، مطعمة ثنائي ديدان حشرات، الأب وارد بولندا، هتشوف صورته دلوقتي هيجي. من الكلاب التقيلة، هو طالب فيها 6000، مش كتير. مكانه المنوفية تقريبا، المنوفية. والكلبة زي ما انت شايف التقليب عامل ازاي. بص ده الأب، انا محترم جدا ان هو جايب يعني ايه حاجة حلوة. في غاوي بيحب يتفرج على كلب حلو، كلب لونج هير، ظهره كيرف ممتاز، من الظهر المنقلة، الديل اللي نازل على الأرض زيادة، الوش المفحم، الشعراية العالية، ده كلب لوحة بتترسم، لوحة مرسومة، حاجة كده تتفرج عليها تفرح. أنا مع ده ماشي كويس. السعر 6000، أوكي مناسب، مناسب جدا، تمام. بس أشوف بيديجري، أشوف أي حاجة تخليني أدفع 6000. يا عم مش عايز أشوف بيديجري، يعني في ناس بتروح تعمل دي ان ايه وحاجات زي كده بس بلاش، انما لازم ابقى واثق ان ده الاب دي الام، تمام هدفع، مش تمام مش دافع، بل انا ماشي سلام عليكم، فاهم. فانت برضو انا مش بشكك في الراجل، انا دي قاعدة عامة على اي حد، اي حد بيشتري منه جرو تقيل راح ادفع عنده فلوس كتير في كلب، لازم يبقى الكلب ده زي ما انا عايز لما يكبر اشوفه. مش هقول نسخة من الأب، إنما ميكس كويس ما بين الأب والأم، أم كويسة وأب كويس، مطلعين حاجة حلوة، حاجة جميلة. اللي أنت شايفها دلوقتي دي أمورة جيرمان، مكانها المنصورة، عاملة 1800 جنيه قبل التفاوض. أهني صاحب النصيب، كلبة حلوة. هو ما قالش عمرها قد إيه، لكن واضح إنها مش كبيرة يعني، بس الكلبة دي جامدة، الكلبة دي حلوة. للناس اللي عايزه تفرخ كنب كلاب ستريت عاليه مستوى ضخم، الكلبه دي يجي منها قوي. ويا سلام لو جوزتها كلب عنده دم في شراسه ويكون حجمه حلو وبلاك كوت شرابات زيها، ويكون حجمه حلو، ودي حط تحتها 100 خط ويكون دمه حلو، او انت تاخد جرو لنفسك تقعده ويكون دمه حلو، يا اساعدك يا هناك. شوف برضو ايه الدنيا، تواصل مع صاحبها لو ليك نصيب، كلبة حلو بجد. دي جراوي جيرمان، مكانهم الغربية من قرية تقريبا او حتة يعني اسمها ميت بدر حلاوة. الدكر ب1200، النتاية ب1000 جنيه قابل للتفاوض. كويس، يعني شايف جراوي كويس، مستويات برضو. دول الجراوي عندهم حوالي دلوقتي 30 يوم، متصورين هم عندهم 30 يوم، فهم دلوقتي عندهم حوالي 34 35 في الرينج ده، كويسين. نروح بص على الاهالي، نروح بص على الاقل على الام، لو تمام اعتمد، مش تمام خلاص. لو مش ده الباب بتاعك، لو ده مش المستوى اللي انت بتدور عليه خلاص. طيب
هل اللي هياخد كله على بعضه زي اللي هياخد واحد بس؟ لا، هل اللي هياخد كله على بعضه غير اللي هياخد اتنين؟ اللي هياخد واحد الدنيا فيها تساهل يعني، ما تقلقش. فانت شوف، لو غاوي كلاب جيرمان جراوي صغير عايز تطلع حاجة على ايدك انت اهو، دي الاهالي عشان تبقى واخد فكرة برضو قبل ما تشتري بكرة، فربنا يسهل الحال. بالنسبة للمستوى يعني، انا بديهم بعض الجراوي بديهم مثلا 7 من 10 في التقليب كستريت كلب وورك لاين، وفي جراوي بديها 9 من 10. بس برضو نرجع ونقول الاب مع الام حلوين، الكلبين كويسين، ففرخين جراوي كويس، حاجة برضو ايه تمشي معاك يعني، حاجة لما تشتغل معاها. الكلب الاستريت الورك لاين ده كلب وورك لاين انا بجيبه للحراسة، كلب حارس، فلما تشتغل معاه تدريبات هينفعك. الجراوي دي كويس، ده دكر جولدن شوكليت مطلوب فيه 2500. بص انا مش هقول لك هو السعر جامد وبتاع وعالي وكده، لكن كل واحد بيقدر حاجته على قد ما هو عايز او على قد يعني. هو الكلب كويس، ما فيش خلاف في النقطة دي، بس الجولدن مش ما وصلش للسعر ده. ممكن يكون هو بيور اكتر، هروح ابص عليه يعني. انت روح بص عليه، وما انت رايح تشتري لقيته يستاهل 2500. انا شايف كلب بوزو مستطيل كده، جاي بتكعيبة حلوة، دماغه حلوة، شعرته كويسة، مش هطلع فيه غلطة يعني. هو الكلب فعلا كويس. في الوان اغمق من كده، بما اننا بنحب الشوكليت اكتر، مع ان ده البيور اكتر هو اللي يميل للذهبي مش للشوكليت، الفاتح بمعنى اصح مش الغامق، لكن احنا بنحب الغامق وسعره عالي عندنا، هنعمل ايه؟ طيب كامل التطعيمات ما عدا السعار. اللي عايزه يتواصل مع صاحبه مكان المحل سعره 2500، عندك الرقم للتواصل. دكر بيتبول شوكليت من الالوان الحلوه اللي بتبعث فيا صراحة يعني السعادة. أنا بحب اللون ده، ممكن عشان بحب الشوكولاتة ممكن، لكن هو اللون في أي كلب حلو. البنجل بقى بالذات بما إنه كلب جلد، لما بيبقى لونه كده حلو. وللعلم الكلب مش طيب، كلب شرس بيقول، هو ما قاليش مكانه ولا سعر ولا أي حاجة، لكن تقديري كلب زي ده انا لو هشتريه مش هدفع اكتر من 1800 جنيه. انا شخصيا، انت ممكن تدفع اكتر اوكي، هو ممكن يقول اعلى من كده الله اعلم. برضو انا معرفش الكلب ايه، وشايف فيديو كلب مش شايف مواصفاته قوي، ف 1800 ده الماكسيموم اللي اتدفع فيه. هو بيقدره بقد ايه، هو عايز يقول فيه كام براحته. انا راجع من السوق اخر مره شايف كلاب جامدة قوي بتتباع بأسعار عبيطة قوي، مش عبيطة عالية، عبيطة واطية. عشان في عبيطتين، العبيطة العالية اللي هو تلاقي كلب راح في ده يقولك ده ب 3000 وب 5000، وفي الحاجات المنخفضة لا، أنا شايف أسعار واقعة خالص. الكلاب اللي ماسكة سعر، اللي ماسكة سعر، الكلب اللي بيضرب نار، اللي ما بيتلمس، ماسك سعر قوي، 10000 و5000 و7000، كلاب حراسة قوي، ويقولك هات 900 واحد يحلوه، مش هيحلوه. وفعلا، فانت روح بص على الكلب، لو عجبك توكل على الله، لقيته كلب يستاهل وهو طالب فيه فلوس خلاص ادفع، طالما هو يستاهل. انا مش شايف الا 50% من الكلب، انت لما تروح تبص عليها هتشوف 100%. ده دكر هاسكي 8 شهور، كلب عين زرقاء والعين التانية نصها ازرق والنص عسلي، حاجة من الحاجات الحلوة يعني. الكلب باين عليه قوي انه ابن ناس، وفي اهتمام واضح في الكلب. المكان القاهرة، التجمع الثالث، القاهرة الجديدة. الكلب سعره كام؟ بيتكلم في 3500، 3500، 3500. فاهم؟ بص، للأمانة هو الكلب باين عليه الاهتمام، قشطة، أنا مش مختلف في ده. قد يكون 3500 كتير، قد يكون هو شاريه بالمبلغ ده وهو جار، وكان أكيد شكله أجمل من كده وهو جار. والكلب برضه نرجع ونقول ان هو 8 شهور يعني، لسه طالع من المساخه، لسه ما خدش الهيئه الكامله. روح بص عليه، لقيته يستاهل ادفع، لقيته ما يستاهلش وعجبك، او مثلا عجبك بس ما يستاهلش 3.5 فاصل، عادي بتحصل، لقيته يعني
المبلغ جامد عليه. انا شايفه بصراحة سكة ال ماشي يا عم، 3000، 2.5 ممكن 2.5 يبقى كويس عليه، بس هو طالب 3.5، فانا هروح اشوف هو ليه طالب 3.5، ايه اللي في الكلب بيستاهل ده، عشان برضو ما اظلمش حد. لما مش ببخس الناس اشياء والله، عشان حرام، عشان كده بقولك روح انت شايك بعينك. انا شايف صور مش شايف على الطبيعة، انت روح بص على الطبيعة. قص جولدن ده كرون تاي، طيب الدكر بكام؟ ب 2000 جنيه، والنتايه بعيده خالص ب 800 جنيه، بعيده ماشي. هو المستوى اللي انا شايفه ان هما مش يعني الدكر فيه شعرايه وكده، بس هات 1000 جنيه واجيب لك زيه يعني للامانه. لكن هو طالب فيه 2000 برضو، تشوف ايه الدنيا. ممكن ان هو متصور في الضلمه، فهو الكلب باين ان هو من ابو 1000، انما في الشمس النور اشوفه على الحقيقة يبان ان هو كلب يستاهل ال2000. ف ما علينا، خلينا نبص على الطبيعة افضل، لان ما بحبش اتفرج على كلاب في الضلمة مش بتبان، والكاميرا اصلا بتنزل في مستوى الكلب، تحس ان هو مش حلو، والزوايا بتاعت التصوير بتاعتنا احنا بنصور من فوق، فالكلاب مش بتبقى باينة كويس. خلينا نبص فيه على الحقيقة. طيب الدكر عنده سنة و5 شهور، النتاية مع الدفتر والرخصة ماشي، النتاية 9 شهور وداخلة على حيض، والمكان دمياط، فاللي عايز حاجة يتواصل عليه. بص الكلب اللي انت شايفه دلوقتي ده مش للبيع، ده للجواز، عايز ياخد جاره 500 جنيه، مش عارف مش عارف ايه الدنيا، لكن ماشي. هو هنقول مثلا ان الجرو بتاعه بيتباع ب 500، فانت هتدي له جرو واحد و500 كانك اديته جروين، بس يعني هو في قانون الغية مش مستحب ان انت تدي فلوس وجرو، الافضل ان انت بتدي يعني يا جراوي يا فلوس، يا كده يا كده. فاحنا ممكن نقدر جوازته بفلوس ب 700، مش هنقول ب 1000 برضه عشان الموضوع ما يبقاش عسر يعني، هنقول ب 700 مثلا او ب 800، ويا اما كده يا اما جروي برضه مبلوعه. كلب مستواه حلو والله، وحجمه كويس جدا مش وحش، فانت شوف ايه الدنيا. وهو مكانه في اسكندريه فقط، لو تمام معاك كلب موجود شوف الدنيا فيها ايه، تواصل على صاحبه، عندك رقم التليفون. بص النتايه الرويال بلاك دي هي ودنها مريحه شويه، بس كلبة حلوة يعني، فيها حجم كويس وفي نفس الوقت فيها شراسة ممتازة. بص شيطانة بتهجم، بتخاف منها وانت شايف الفيديو. بص والله انا ما لحقتش اخد رقم موبايل صاحبها ولا الداتا البيانات بتاعته ولا بياناتها ولا اي حاجة، عشان ما يزعلش مني انا عرضت الفيديو، وهو لو شاف الفيديو فيكتب لنا في الكومنتات ان هو صاحبها، ويكتب رقمه ومكانه عشان الناس تشوف. فاللي عايز كلب زي دي يشوف في الكومنتات، يراجع الكومنتات، ويا ريت لو هو شاف، لان انا حاولت ارجع على الواتساب لان الدنيا زحمه عندي ما عرفتش اجيبه تاني، اللي هو ايه بطلع من محادثه لمحادثه تكون الدنيا اتملت فبدور ما لقيتوش. فلو هو تمام شوف الكلبه، يا ريت يقول لنا سعرها، سنها، مكانها، والمواصفات اللي هو عايز يقولها. الذكر اللي احنا شايفينه دلوقتي ده للبيع او للجواز بجروين، للبيع ب 1700 او للجواز مقابل جروين من الخلفة. طيب عنده قد ايه؟ عنده تقريبا، هو بيقول ان هو شرس في مكانه وطاع بنسبة 70%، شرس في مكانه تمام، الطاعة 70%، هو صاحبه اللي مقدر ده، المكان الاليوبية الخانكة، معلش سنه بالظبط قد ايه، لكن هو واضح ان الكلب مثلا ايه عنده في حدود سنتين، سنة و8 شهور، في الرينج ده برضه. هو يقولك سعره سنه ايه، وتأكد من الكلام يعني، شوف الدنيا فيها ايه، لو تمام سواء للجواز او للبيع تواصل معاه على الرقم اللي ظهر عندك دلوقتي. في نهاية الفيديو، ما انا محدش يكون زعلان مني في اي حاجة، الفترة دي الحمد لله فترة كويسة، بحاول على قد ما اقدر ان انا اقدم اقصى ما عندي، حتى يعني انا بفضل سوري
انا بفضل ان انا اشتغل مع الكلاب، او ان انا اتفرج، او ان انا اعلق على فيديوهات الكلاب، او ان انا اقيم الكلاب على اي حاجه، لدرجه ان انا ممكن مثلا ابقى زوجتي محضره الاكل وبتاع، ويلا يا عم عشان ناكل وبتاع، لحظه فاقول لهم لحظه معلش انا بعمل حاجه بحبها، فسيبوني لحد ما اخلص، بعد كده انا كده كده هاكل الاكل مش هيطير. فاتمنى ان ده المجهود ده يكون باين معاكم، او يعني يرضيكم، دي اهم حاجه. بص سيبك من اي حاجه، مش هقول لك بقى ايه اصل انا بعمل مجهود، فالنبي اعمل لي سبسكرايب او اعمل لي لايك او شير الفيديو، لا لا. ان انت تثق ان انت تتفرج عندي وتشوف الحاجه اللي انت عايزها، وان انا افيدك، ده اهم عندي من اي حاجه تانية. افيدك بايه؟ افيدك بان انت تشتري حاجه ما تتغشش فيها، افيدك ان انت تكتسب خبره في المجال ده، سواء ان انت مثلا هتشتري فيما بعد، او هتبيع، او ايا كان، سواء ان انا ببيع لك اصلا، فالناس بعتالي على الرقم اللي هو بتاع الواتساب عشان ابيع لهم الحاجات بتاعتهم. فانا بحاول ان انا اكون نافع باي طريقة من الطرق في المجال ده، لان انا بحب المجال ده، رغم ان في يعني تعليقات او في ناس اختلف العلماء في حرمانيته او لا، لكن برضو الواحد اللي بينه وما بين ربنا قوي كفاية ان هو الحمد لله يعني الحاجة دي انا عارف انا بوصلها من انهي زاوية، او بستهدف فيها انهي منطقة. فانا الكلب الشرس بقولك ده بتاع حراسة، الكلب الطيب بقولك ده للتسلية. فالاصل في الموضوع المنفعة، انا بحاول انفع وبحاول اوظف الكلب او اوظف الغية في المنفعة فقط لا غير. اتمنى ده يكون واصل، اتمنى ان احنا نصلي على النبي وعلى عبد الصلاة والسلام. وصباحكم فل، وسلام عليكم.